للترجيل بمحاضر لمناقشة المشاكل التي يتخطط بها قطاع سيارة الأشخاص التالي مدينة العرائش. والحمد لله كانت هناك بعض المشاكل التي لاقت حلول ولا زالت هناك بعض المشاكل كما يعلم الجميع، ومشاكل متعددة لازم نتخطط بها. سنعمل إن شاء الله في القادم من الأيام على حلها. كذلك كانت لنا لقاءات مع السيد رئيس الهيئة الحضرية، وصلت إلى 51 لقاء، وكل هذه اللقاءات للإشارة الإخوان فهي مدونة بمحاضر في محاضر بالاتحاد الوطني للشغل. كذلك ثمان لقاءات مع السيد مندوب النقل، رئيس قسم الاقتصاد 12 لقاء، رئيس الضمان الاجتماعي، رئيس قسم الضمان الاجتماعي او مدير الضمان الاجتماعي 8 لقاءات. بالاضافه على انه كانت هناك بعض المكتسبات، نحن لا نسميها مكتسبات وانما هذه حقوق من حقوق السائق المهني في مدينه العرائش، هذا حق من الحقوق ديالو اللي مفروض على انه ياخذها. بحال مثلا على سبيل المثال كان هنالك استفاده من الكفه الرمضانيه للسائق المهني، وخصوصا في ايام الجائحه وصلت الى 162 كفه توصل الى السائق المهني على 3 مراحل. كذلك كان لنا تدخل في ايام الجائحه بالضبط في قضيه المداومه الليليه، اللي كانت عندنا في قصر الخير والعيش ما كانتش عندنا. الاتحاد الوطني بمحاضر حنا اللي حضرنا مدينه العيش. كذلك زياده في عدد في الكوطه ديال السيارات الاجره اللي كانت تشتغل في الايام ديال كورونا. كذلك الاتحاد الوطني كان له دور دائما، وكنا على تواصل خصوصا في الايام ديال الجائحه مع السلطات، لدرجه اننا دخلنا في استضافات عده في شخص الباشا السابق، الا ان مرت بسلام، لان حتى السلطات المحليه في مدينه العرائش تعلم على ان الاتحاد الوطني للشغل ما كيبيع، ما كيشري، ما كيسمسر. حنا ناس واضحين كنخدموا من اجل الصالح العام. شغلنا الشاغل هو اننا نكونوا يد وحده ونتضامنوا مع بعضياتنا ونوصلوا الصوت ديال السائق المهني. وتحيه لكم الجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فيما تخص المصاريف. المصاريف المشروعية تسعمية وتسعين درهم. عندنا هنا 327 درهم فوتوكوبي زميلة فاز. عندنا 490 درهم مصاريف طور التصميمية ديال البطاقة المهنية. عندنا كلاب كراسي صوت ديالو تاريخ محسن فاز. كذلك عندنا هنا 80 درهم ديال البطاقة ديال الترشيد. العرس عندنا هنا 70 درهم ناقص 70 درهم. وتحية للأولاد. شكرا للسي جمال، بس كاين تعلم عندك هو طبعا لاحظتوا حتى الفرق المالي هو الفرق المتطلب وما تخرجش فيه الاخوان مجموعه ديال العمليات اللي كتقول في اطار العمل الاجتماعي كنقول العمل الاجتماعي المساعده ديال شي واحد يعني هذا الشهر ما كيخرجش واحد الفرق المالي كيقدر يشتي لله عز وجل الاخوان يتضامنون فيما بينهم الى شي واحد كتعمل شي واحد كتخيار ولا الى ذلك لا نعطيو لا مثال ولا والو الاخوه الكاملين الحمد لله وما عارفين. اذا مباشره وقيلا ندوزو عندكم شي ملاحظات الاخوه اللي عندهم شي ملاحظه شي تعقيب على التقريرين الاداري والمالي. الاخوه المناظرين شي كلمه شي واحد يقول لي هذا الشيء ديال شي مزيان شي واحد يقول لي هذا الشيء مزيان شي واحد يقول لي أكثر بعيد ماشي معاهم لا تزقوا عليه زاد عليه ب ها ودابا
ما راه بعقلي. هاد الناس اللي مقترح في المكتب هما قدامهم. هاد الناس إلا سخفنا عليهم هما اللي عيبدلونا عن السلطات وكذا وكذا. عيبدلونا مشينا للجريدة. واللي كيعرفوني هنايا كيعرفوني واللي ما كيعرفونيش سوالي. عندنا كما كنقولوا غير ميشان ميشان بطبيعة الحال. خويا القاسم محمد حمد حتى اللي ما قلنا أن الاتحاد الوطني ما كتبيع ما كتشري. كان لنا شرف في الاتحاد الوطني أننا قمنا بتجميع النقابات ورسائل التفرقة. كان لنا شرف تنظيم أكبر وقفة احتجاجية على المستوى الوطني في مدينة الطائش باسم الاتحاد الوطني لجمع جميع النقابات اللي كانت ذاك الساعة في بلدية العرائش لمدة يومين اللي استطعنا من خلالها أننا نجلس مع السيد الأمين ونخرجوا تقرير مكتوب فيه تسمعنا بسفيت الشعبان اللي ما كناش كنبغيو ندخلوا ليها والشارع ديال الكليه اللي كنا ما بقيناش كنبغيو ندخلوا فيه بما قدره 3 مليار و700 مليون 21 كيلومتر ديال السفيت اللي ديناها في ذاك المؤتمر الايطالي باسم الاتحاد الوطني اللي استطعت تجمع النقابات كامل. وبالتالي الهدف ديالنا دائما هو خدمه السائق النهائي. Thank you.
فاللي ما اتفقش يكون محمد حماد كاتب محلي. تكر صوت لا ولا عوض بجوج لا معلش نجرينا عليه ما قيمش فيها. إذن سي محمد حمدان أجل سي محمد كاتب محلي بنقابة سيارة أخرى من قضية تحرير اتحاد الوطني للشغل المغرب ماشي بالإجماع ولكن بالأغلبية المطلقة. إذا نعطيو السي محمد حمد كلمة ونخليوه يساهم مع أصحابه يعطينا كاتب مقرر وأمين باب النواب. السلام عليكم أخوتي، شكرا على الثقة العالية صراحة. كنت كنتمنى على أنني نكون كعود في المكتب كما كنت في المكتب السابق، وإنما رفع المكتب الجديد على أنه يسد هذه المهمة اللي تكيلة صراحة. كنتمنى الله سبحانه وتعالى أنني يكون عند حسن الظن الإخوان السائقين المهنيين قطاع سيارة الأجرة الصف الثاني، ونقدروا إن شاء الله أننا نحققوا اللي ما تحققش، ولكن هذا الشيء ما يعنيكم إلا إذا كنا بالدولة وكنا على قلب رجل واحد كما تقولوا. وكما هو معروف الوحدة والتضامن اللي بينا يكون يكون الوحدة والتضامن بينا يكون يكون الوحدة والتضامن بينا يكون يكون الوحدة والتضامن.